مزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر سكايب دكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية. دكتور أشرف صباح الخير على حضرتك. صباح النور. يعني دكتور أشرف نحن نتابع الجهود المصرية ونراها بشكل فعلي والدولة المصرية نعيد ونزيد لأن الأفعال أصبحت كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى بأنها استطاعت أن تنتزع مواقف من دول كانت داعمة دعم مطلق للاحتلال الإسرائيلي. كيف تقرأ الجهود المصرية في الوقت الحالي والخطوات المرتقبة أيضا في الوقت القادم ولكن أقدر أقول كمان الأيام القليلة القادمة تحديدا؟ هو الدولة المصرية الرئيس السيسي اتحركت باستراتيجية عملية على الأرض وفي نفس الوقت في الفضاء الخارجي أو العالم الخارجي، يعني بمعنى كان في سعي دؤوب إلى فتح معبر رفح، إدخال كل المساعدات، الضغط على الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، وحصل كمان فتح معبر كرم أبو سالم. ده مزيد من الضغط المصري لإدخال مزيد من العربيات التي تحمل المساعدات الطبية والإنسانية والإعاشية للقطاع، لأن القطاع هو يعتبر سجن مقفول، ليس هناك طريق للحصول للفلسطينيين على أي دعم من أي مكان في الخارج. يعني ده هو الطريق، لأن طبعا كان في عمالة فلسطينية بتشتغل طبعا في القطاعات يعني مع الدولة الإسرائيلية، وكانوا بيضطروا طبعا ان هم يروحوا ويجوا. دلوقتي بعد عملية 7 اكتوبر القطاع ما عادش فيه خالص اي مصادر يستطيع ان يحصل عليها. التحدي التاني اللي بتواجهه يعني مصر لحماية الفلسطينيين هي طبعا حفاظ على القضية الفلسطينية. فموضوع التهجير خلاص القاهرة استطاعت ان تقنع المفاوض الامريكي او الإدارة الأمريكية ويليام بيرنز، قصة التهجير استفزاز مصر، يعني معناها عدم استقرار في تهديد لاتفاقية السلام. الأمريكيين فهموا إن احنا مش هنروح في الحتة دي خلاص، وبالتالي الإسرائيليين بدأوا بيحاولوا يدوروا على مخرج بعد بقى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة. عندنا 153 دولة، في دولة اعترضت الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت، بريطانيا، وبريطانيا من أمس وهي موقفها بتغير. المشهد المصري منذ تشكيل الرئيس السيسي لخلية أزمة وتكليف جهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية كأجنحة للتحرك للدولة المصرية وبإشراف مباشر من الرئيس السيسي، قدرنا يعني نشوف بخرجات رؤية الرئيس السيسي في الجهازين دول وفي عملهم إزاي. يعني الهدنة، فتح إدخال المساعدات، الضغط الدبلوماسي، فكان في كل شويه تبص تلاقي جهاز المخابرات العامه بيعمل على الارض، في نفس الوقت الوزير سامح شكري موجود في عواصم عالميه لتوضيح الرؤيه المصريه. جهاز المخابرات العامه اللواء عباس كامل موجود في قطر يبرز ويؤكد للامريكيين وللاسرائيليين ان ده الموقف المصري اللي هو بيعكس الموقف العروبي للرئيس للشعب المصري ويؤكد تماما احنا رايحين فين. انا يعني شايف ان الضغط المصري قدر يحمي هذه القضيه من ان يفتك بها وان تموت، وبالتالي انا شايف ان رغم المعاناه الكبيره لاستشهاد هذا العدد الكبير، ولكن نستطيع القول بان احنا يعني في نور جاي في هذا النفق المظلم من القياده الاسرائيليه. إسرائيل مش عارف تحل مشكلتها في الداخل، في ضغوط عليها من الداخل والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هي مش قادرة توصل لحل، لأن حماس مش هتقدر تجيب حماس من 2,300,000، مش هتقدر تقتل كل أهل غزة عشان تقول أنا عايز أجيب حماس. هذه القضية خاسرة، ولكن يجب أن يعني المفاوض الإسرائيلي يفكر بطريقة مختلفة، ألا وهي نحن عايزين نحل المشكلة لتقليل أضرار حماس إذا كان هم شايفين حماس ده الخطر اللي عليهم. يعني لازم تبني سلام حقيقي تقدمه للفلسطينيين، لازم تبني أمل لشعب، ولكن حماس هتظل فكرة وعقيدة لكل طفل حتى لسه ما كبرش، أهله ماتوا، فإذا هو مقتنع أنه هو لازم ياخد طاره. هذا ليس حل لشعب هيعيش
عايز يعيش مع شعوب في المنطقة. بالتأكيد دكتور أشرف هذا ليس حل. كلام حضرتك أشرت للجهود المصرية، ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدبلوماسية المصرية والتحول في الموقف الأمريكي، ولربما هذا التحول هو ما يطرح سؤال. يعني إذا تابعنا زيارة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي، والأسبوع المقبل تم الإعلان عن زيارة للويد أوستن، أيضا تحذيرات بايدن الصريحة والواضحة أن إسرائيل تخسر الدعم، ما الخيارات المتاحة أمام إسرائيل في ظل هذه الضغوط الخارجية والجهود المصرية وكذلك أيضا الضغوط الداخلية اللي أشرت لها دكتور؟ هو يعني طبعا في متابعة الرأي العام الإسرائيلي، طبعا أهل المحتجزين بيضغطوا، لأن طبعا واضح أن القيادة الإسرائيلية بتتحرك على أنها مش شايفاهم، ودليل قتل الثلاثة المحتجزين من قبل الجيش المحتل الجيش الإسرائيلي، دي عاملة صدمة. معناها أن احنا يقولوا كده أنتوا اشتغلتوا 70 يوم وأكتر ما وصلتوش، لأن أنتوا جبتوا أي حد محتجز غير بالمفاوضات مع حماس، يبقى اذا مش هتقدروش توصلوا للاتيان بالمحتجزين، وبالتالي الحل العسكري والضغط العسكري والتدمير اللي قاموا بيه لم يعطي حل. الاداره الامريكيه، انا كنت اشرت لده يمكن من 10 ايام قبل ما تعلن وسائل الاعلام ان في انقسام بين بايدن وبين كامالا هاريس، وده نقطه مهمه. كلام كامالا هاريس مع ويليام بيرنز مع وزير الدفاع، دول جانب. جانب الثاني أنتوني بلينكن مستشار الأمن القومي، ضاغطين بشكل كبير جدا على بايدن، وبايدن بيميل لهم للأسف يعني. ولكن الصقور والحمام في الإدارة الأمريكية وهذا الانقسام هو أنا بعتبره شيء صحي لحل القضية الفلسطينية، شيء صحي للدولتين، شيء صحي لان احنا الامريكان يسمعوا كلام بقى العقل اللي هو طلع من قمه القاهره للسلام من الرئيس السيسي. بالفعل احنا عايزين نعمل حل الدولتين، وبالتالي استخدام الحلول العسكريه في قطاع فيه 2 مليون و300 الف مكثف في عدد السكان، كثير في عدد السكان، ده ليس بحل. ده بياكد قدام العالم النهارده 80% من وسائل الاعلام بالكامل بما فيها السوشيال ميديا ضد اسرائيل. ده على فكره كارثه وكارثه لاسرائيل. الجامعات في الولايات المتحده الامريكيه وطلابها ضد اسرائيل، ضد العنف. وكان في احصائيه دكتور اشرف يعني بتقول ان نصف الشباب الامريكي تقريبا يعني يرى ان حل القضيه الفلسطينيه هو بزوال اسرائيل. ولكن انا عايز اروح مع حضرتك لجزئيه هامه جدا وعلى لسان حال الراجل البسيط اللي في الشارع اللي بيتابع الاخبار وبيشوف الاحداث في قطاع غزه والقصف المستمر من الكيان المحتل على اهل القطاع. بوجهة نظر حضرتك المتخصصة، متى تنتهي الحرب فعليا في ظل هذا التسلسل اللي احنا بنتابعه؟ هو يعني الحرب يعني انتهائها هو طبعا يعني مرتبط بعوامل كتيرة بتحاول الـ يعني حتى الإدارة المصرية او الأردن مثلا ان هم ازاي يتم الضغط على ان احنا نوقف قرار الحرب. هو يعني الامريكان ساعات يقول لك طب احنا ندي للاسرائيليين او الضغط اللي بيجي من الكونجرس، واحنا لازم نركز مع امريكا لانها هي المسؤوله الاولى والمحرك الرئيسي. لان هم اللي بيدوا السلاح، هم ممكن يقولوا ستوب دلوقتي، اقف دلوقتي. طبعا الشعوب العربيه طبعا متالمه، طبعا كل القيادات العربيه متالمه طبعا، لان ما يحدث ده مش عمل عسكري. يعني اسرائيل بتقتل وبتدمر قطاع مكان ليس ده مش جيش قصاد جيش. بالتأكيد التعامل مع كل اللي هي الجماعات اللي ليست بدول عملية قاسية جدا، ولا يمكن أن نبني سلاما حقيقيا إلا إذا قدرنا نحقق مؤسسية للسلام ده. يعني مصر كان بديفيد تحقق السلام والاستقرار. نعم. يبقى لازم يكون عندنا دولة فلسطين، ده أول حاجة عشان توقف فكرة العنف اللي بيتكرر. لأن احنا إسرائيل لو وقفنا العنف النهاردة ممكن تيجي بعد أسبوع أو أسبوعين أو سنة تعيد نفس الكرة مرة أخرى، ولا جماعات المقاومة في فلسطين تعود الكرة مرة أخرى. هو ده مش حل، وده الكلام اللي قالت مصر عليه، قالت إن احنا عايزين نعمل استقرار، وده لن يتأتى إلا بوجود الدولتين. أنا أفتكر وقف إطلاق النار قادم لا محالة. ليه؟ لأن السيناريو الرديء لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء تم وقفه تماما في عقلية أي صانع قرار
في إسرائيل، لأن القرار المصري أو الضوء المصري كان واضح للأمريكيين. ده هيكسر كل مستقرار السلام في الشرق الأوسط. ده من أهم النقاط اللي هم الفلسطينيين بيحافظوا عليها. ولكن إسرائيل لم تملك إلا أن تتحرك بيأس بمزيد من القتل. وأنا أفتكر نتنياهو قد قربت نهايته ونهاية هذه الحكومة المتطرفة التي بها سنتحدث عن إيقاف إطلاق النار وإيقاف هذه الحرب بإذن الله. دكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية، بشكرك جزيل الشكر على رؤيتك التحليلية ووجودك معنا في هذا الصباح.